كانت واجدوا اليوم في معرض موروكو دونتال اكسبو 2024 اللي هو اختصاصي في المواد اللي كيستعملها طبيب الاسنان ومرمم الاسنان والتكنولوجيا. الاوبجيكتيف ديالنا هو اننا نبارطاجيو مع طبيب الاسنان التكنولوجيا الجديده واخر المستلزمات الطبيه في طب الاسنان. الجديد اللي كاين في هذه السنه في طب الاسنان هو الرقمنه و الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي كنقولوا بزافغي اللي قبل شحال هادي كنا كنقدروا نمشيو عند طبيب الاسنان تستعمل لك واحد العجينه باش كياخذ لك لامبرينت ديالك والباسيون تيحس بواحد بواحد لابارتي شويه مزعجه. دابا الحمد لله ولات واحد لا كاميرا ان سكانير اللي ولا كتاخذ هذيك لامبرينت كتاخذ اوبتيك دو فاسون ديجيتال اللي كما كنقولوا بالرقمنه بالانتيليجنس ارتيفيسيال وتتساعد طبيب الاسنان انه يوجد واحد لو فيشي اللي هو تيصيفطو مرمم الاسنان واجد اللي هو حتى هو كيكون عنده لا سويت ديال داك الرقمنه وديال داك الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي تيقدر يوجد له لا كوغان ويوجد له كلشي غير بان فيشي كيتصيفط بار ميل دونك ولا بحال لوبتيك ديال الاسنان كامله. دونك هادي اصلا كاين واحد لا رابيديتي في الوقت وكاين واحد الراحه عند الباسيون اللي تتكون ما كانتش قبل عند المواطن المغربي. لوبجيكتيف هو ان نقدموا للمواطن المغربي ديالنا احسن ما كاين في التطبيب في طبيب الاسنان ونكونوا في واحد مستوى عالي بحال البلدان اللي في الخارج. المستلزمات الطبيه دابا ما كرهناش ان شاء الله كنحاولوا حنا كشركات وحنا كقطاع وجمعيات ديال الشركات نحاولوا نحفزوا انكوراجيو الشركات المغربيه انهم يبداو يصنعوا المستلزمات الطبيه في المغرب. بغينا داك لو لابيل ديال صناعه في المغرب وما كرهناش ان شاء الله نوصلوا ليه تحت الرعايه الساميه ديال سيدنا وديال الوزارات اللي هما كيحاولوا يعاونوا الشركات باش يديفلوبيو هاد صنع في المغرب في قطاع المستلزمات الطبيه. ان شاء الله تيبداو شويه بشويه ماشي سهل انك دير كل شيء في دقه ولكن ان شاء الله كاين واحد لافونيغ اللي هو مهم جدا في قطاع المستلزمات الطبيه التي ستصنع في المغرب ان شاء الله.